جديد حضرتك ايه بقى الفترة اللي جاية ان شاء الله؟ بعمل مسلسل النهاية ان شاء الله، بطولة الجميل يوسف الشريف. تجربة جديدة جدا جدا، بتقدم لأول مرة على الشاشة المصرية. بشارك في مسلسل خالد بن الوليد، شخص مسلسل تاريخي طبعا. طبعا بجسد شخصية العباس عم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مسلسل بدأت فيه أول يوم تصوير النهاردة، اسمه والله لسه مش عارف اسمه، تخيل مين مع حضرتك. الأستاذ العظيم محمود حميدة ومجموعة من الشباب. بتنافس نفسك بالثلاثة بقى يعني؟ ثلاث مسلسلات. ده بجسد فيه وزير، شخصية العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام. التالت بجسد فيه شخصية الجد واللي هي الأصالة، وكيف ننتشل أبنائنا من الهاوية ومن الحضيض. طبعا بتمنى لحضرتك كل التوفيق.